مباشرة قررنا أنه نقطع، يعني بغض النظر عن سعر البطاقة وأنه في تباعد بين المقاعد، بس نحن يعني مثل ما بيقولوا من وقت ما بديت الدار نحن مداومين هون أنا وصديقتي، فكتير نحن بنهتم بكل شيء بتقدمه الدار إن كان شرقي وإن كان غربي. يعني نحن تابعناه مع الدار على النت، فهن ما قصروا، صاروا يذيعوا كل الحفلات اللي القديمه والشيء اللي كانوا يعملوه على النت، يعني عرفت شيء الحفلات الجماعيه وهذا، فكنا نحن نتابعها يعني شوي سدت هذا، بس مو مثل الحضور الشخصي. كل الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كان عم بيشجعنا انه نرجع وترجع الحفلات وترجع الحياه الثقافيه بشكل كبير، وهذا دليل كثير واضح على عدد الجمهور الكبير المتابع لدار الأوبرا ونشاطات دار الأوبرا.